ما حكم المسح على الجورب إذا كان الإنسان لا يحصل له ضرر باستعمال الماء؟ جزاكم الله خيرا. يباح المسح على الجورب كما يباح على الخف، إذا كان الجورب ساترا المفروض بأن يكون غافيا على الرجل على الكعبين وما تحتهما، وأن يكون خفيقا لا يرى من ورائه لون الجلد، فإن المسح عليه يكفي عن غسل الرجلين كما يجوز المسح على الخفين. والمسح على الخفين رخصة سهل الله بها على هذه الأمة، لأن نجعل الخفين لكل وضوء مما يسر، فإذا لبسهما على طهارة، لبس الخفين أو الجوربين على طهارة كاملة، فإنه يباح له أن يمسح عليهما لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، ابتداء من المسح الأول، من أول مسح بعد الحدث على الصحيح إلى يوم وليلة أو ثلاثة أيام لياليها المسافر. وهذا رخصة من الله سبحانه وتعالى وتخفيف على عباده. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.